البدايات المثالية، البدايات الجيدة تعني النهايات السعيدة، ولذلك نامل الليلة بأن يكون الآن نبيب بانتصار آخر، بفوز آخر، بنقاط ثلاث أخرى على صيد هذا المشوار والتصفيات. الكرة باليسار، التغطية من بيدرو، وبعد ذلك الإبعاد وتبادل الأدوار لتصبح بعد ذلك 4-4-2 على طريق على صيد المؤهلة لكأس العالم 2026. تطلع من خلال العنابي لمشاركة أخرى، تطلع من خلال العنابي لحضور لعلها تكون في غاية الأهمية لعناصر المنتخب الهندي في بداية المشوار. الفوز اللي كان عائدة محاولة لدى وين جيم، يعود الآن عناصر العنابي للخلف من أجل التغطية في الوقت الذي يحاول المنتخب الهندي الوصول لمرمى برشم. خطير لوكاس، تقدم للعناصر، يعطي تمريرة خاطئة من لوكاس، يجب التركيز بصورة أفضل. خطأ على المعز أو خطأ من قبل المعز، تمرير مخالفة جاءت عن الهندي الذي الآن يتناقل الكرة عناصره وسط الصيحات من جانب المدرج والجماهير. ارتف اليسار، خذوا هات، واحد اثنين، اكرم وين يبحث عن همام، يتاثر شويه وبعد ذلك يقاب ويفقد كرته. عادت هنديه، شوف الارتداد، شوف السرعه، شوف المحاوله وسط صيحات الجماهير. لكن ايضا اللقطه الماضيه مره اخرى تمريره، خذوا هات، المعز مصطفى، عدد من النقلات والتمريرات. النابي يتقدم بهدفين، الأول مصطفى، الثاني المعز. الكرة الآن والتمريرة، بعد ذلك تعود المنتخب الهندي. النابي لعله يكون في آخر مباريات رسمية قبل خوض غمار البطولة الآسيوية كأس أمم آسيا، هو حامل كويت أفغانستان. أيضا يعني تتكلم عمان ايضا مع تايبي. كرة خطيرة مرت هذه الكرة الخطيرة علينا الاوتنيل شتري، هنا لعادة للكرة الماضية. شوف الكرة لعبت خلف خوخي ابو علام، لكن ايضا بعد ذلك ربما لم تكن متوقعة لذلك. يوسف عبد الرزاق، لكن عادت مرة اخرى واصلة للمنتخب الهندي الذي الان يتقدم للامام. الان ربما في اللقطات النادرة ينخفض بعض الشيء. كرة بالوسط، جاسم جابر، جاسم استلم لفودار، جاء للتو لقطر في الدوحة في مونديال تاريخي واستثنائي ويعيش بالذاكرة، يعيش ويبقى في الذاكرة ذلك المونديال بدأت بصمات السيد كارلوس كيروش. نعم، بدأت بصمات السيد كارلوس كيروش، هذا الرجل. مرة أخرى لدى المنتخب الهندي الذي لا يزال عناصره يحاولون على أقل تقدير إحراز هدف الآسيوية المؤهلة للمونديال. كرة بتعود عمر اندر بعد محاولة جاء